Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble la production écrite, la page 145. Le premier exercice, j'informe sur l'importance de l'eau en écrivant ce qui manque. J'informe, je donne des informations. نعطي معلومات حول أهمية الماء. يعني بكتابة ما ينقص من الكلمات. كما كتشوفوا هنا نقصنا بعض الكلمات. هنا عطينا il faut c'est important. دونك هاد لي مو هادو كل واحدة غنديروها في المكان ديالها المناسب. لو la vie. لو شنو غنديرو؟ واش لو il faut la vie. لو c'est la vie. لو important la vie. très bien. دونك لو c'est la vie. الماء هو الحياة. c'est لو c'est la vie. L'eau est pour tous les êtres vivants. L'eau est importante. يعني الماء مهم لجميع الكائنات الحية. Donc l'eau est importante. D'accord? L'eau est importante pour tous les êtres vivants. هنا il faut بقات لينا il faut respecter l'eau. يعني يجب احترام الماء. كيفاش غنحترموا الماء؟ ما نضيعوش. il ne faut pas la gaspiller. d'accord, il faut respecter l'eau. l'eau c'est la vie. l'eau est importante. هادي او في الاخر. l'eau est importante pour tous les êtres vivants. il faut respecter l'eau. on passe maintenant au deuxième exercice. Je mets en ordre les mots suivants pour construire des phrases et je les écris. Donc, on va faire les mots pour qu'on ait les mots et on va faire. Gaspiller l'eau, il ne faut pas. Donc, le type صحيح de هادو هي il ne faut pas gaspiller l'eau. D'accord, il ne faut pas. خاصناش نضيعوا الماء. il ne faut pas gaspiller l'eau. la deuxième phrase donne les nuages la pluie. يعني تعطي السحب المطر. شنو شكون اللي كيعطينا المطر؟ هما لي نياج. donc les nuages donnent la pluie. les nuages donne quoi? la pluie. la troisième phrase et la dernière est l'eau aux êtres vivants utile. يعني الماء صالح ولا ضروري مهم للكائنات الحية. l'eau est utile aux êtres vivants. L'eau est يعني الماء utile, يعني شي حاجة نافعة صالحة. utile aux êtres vivants. صالح للكائنات الحية. قلنا الكائنات الحية بما فيها الإنسان, الحيوان, نبات. D'accord, donc c'est le deuxième exercice. Il ne faut pas gaspiller l'eau. Les nuages donnent la pluie. L'eau est utile aux êtres vivants. Chauffons le troisième exercice. Je réponds aux questions pour informer sur l'eau. يعني باش نعطي معلومات على الانفورمي قلنا هي نعطي معلومات باش نعطي معلومات على الماء خصني نجاوب على هذه الاسئله. Où se trouve l'eau sur terre? يعني فوق الارض فين كنقدروا نلقاو الماء في يعني فوق الكوكب ديالنا. on trouve l'eau dans les mers, في البحار, les rivières, في الويديان, في les maisons. bien sûr, في les maisons, يعني في les robinets, في les maisons, في les puits, في les lacs, etc. donc في les océans, في المحيطات. d'accord, que fait-on avec l'eau? شكنديروا بالماء؟ شنو نقدروا نديروا بالماء؟
دونك لو سي غابوار، يعني الماء كنشربوه، اون بوا دو لو، اون سو دوش، اون اغوز لي بلونت لي زاربر، اون كويزين، اون لاف، يعني لا فيسيل اتسيتيرا. داكور، دونك الماء كنديرو بيه بزاف ديال الحوايج. دونك غنديرو، نبداو من هنا باش قدنا البلاصة. لو، هذا السؤال الأول. لو، دونك هذا الأول. لو سو تخوف دون لي مير، لي ريفيير، الأنهار، في لي بوي، الآبار، داكوغ، في لي ميزون، المنازل عندنا الماء، داكوغ، في لي ميزون، فين آخر؟ في لي زوسيون اتسيتيرا، يعني غادي تكملو، في لي لاك، في لي زوسيون، يعني وتكملو. هنا كو فيتون افيك لو، واش كنديرو بالماء؟ كو فيتون اون بوا، غنبداو بأون، اون بوا دو لو، كنشربو الماء، اون بوا دو لو، اون اغوز لي بلونت، اون اغوز لي بلونت، كنسقيو النباتات. اش كنديرو بالماء اخر؟ اون ابغوف لي زانيمو، يعني كنشربو الحيوانات، داكوغ، اون ابغوف داكوغ، اون كويزين، وتزيد اون كويزين، يعني كنطيبو بيه، اون كويزين افيك دو لو، اون لاف نو فيتمون، اون لاف لا فيسيل افيك دو لو، دونك لو اي امبورطونت، داكوغ، يعني في لا في كوتيديان ديالنا، لو اي تخيز امبورطونت دون نوتر في كوتيديان، يعني في الحياة اليومية ديالنا، داكوغ. شوفو ليكزارسيس سويفون. كباش تبان لكم مزيانه. فوالا، جيكري 3 فراز بور سو ديسان، يعني لهذا الرسم هذا غنكتبوا ثلاثه الجمل، جوتيليز لي مو دو لا ليست، غنستعملوا هاد الكلمات هادو. لي زونفون طونت زوبيدا، يعني الاطفال، طونت زوبيدا هي هذه الخاله زوبيدا، غومبلي تملأو، دي باسان هما هادو، هاد الاحواض هادو، احواض ولا لي زابغوفوار، يعني منين كيشربوا لي زانيمو، جو يلعبونا، لو بوي سي البئر. دونك اول حاجه غادي نبداو بطون زوبيده، هي الاولى، طون زوبيده كتجبد الماء من البئر، داكوغ، شنو غنديروا لها؟ طون زوبيده شيرش لو دون لو بوي، كتقلب على الماء من البير، داكوغ، هادي او اي. لا دوزيام فراس، شنو كدير ملي كتجبد الماء؟ إل غومبلي لي باسان، كتجبد وكتعمر هاد الأحواض هادو، إل غومبلي، إل غومبلي دي باسان، شنو بقى لينا؟ استعملنا طون زوبيدا، غومبلي لي باسان، لو بوي، بقاتنا لي زونفون جو، والأطفال اش كيديرو؟ كيلعبو، لي زونفون جو، نقدرو نديرو لي زونفون جو أكوتي دو بوي، داكوغ، لي زونفون جو، أو بيان لي زونفون جو بخي ديل، يعني بالقرب منها، بقرب من طونت زوبيدا، لي زونفون جو بخي ديل، كيلعبو حداه. هي كتعمر لي باسان وهما كيلعبو حداها، داكوغ. طونت زوبيدا شيرش لو دون لو بوي، إل غومبلي دي باسان، لي زونفون جو بخي ديل.
Donc voilà mes chers élèves, c'est la fin de notre séance. À la prochaine, inshallah.